مولود وإخوته الثلاثة أن يقضي ساعات بين المستشفيات لعله يجد حضانة تعطيه أملا في الحياة. لم تكتمل فرحة الأب بعد أن وضعت زوجته 4 توائم خدج في شهرهم السابع. طلب منه البحث في مكان آخر عن حضانات لغياب مكان شاغر بقسم الموارد بمستشفى بن رشد. مشيت كنقلب كندور كنقلب على القراعي، ما جبرت شي حاجة، ما جبرت القراعي لا والو، كنسمع شي ثمن خيالي وأنا ما عنديش وما في حاليش، والله غالب أنا الناس المحسنين واحد أصدقاء هما اللي تعاونوا معايا وجابوني لهاد المستشفى فين يعيشوا وليداتي. الوزن ديالهم كيلو الواحد تقريبا بليزوم 21 غرام بيناتهم، ووليدات خداج دونك غادي يخصهم واحد العنايه مركزه لواحد مده 3-4 الاسابيع الى دات كل شيء مزيان. قصه التوأم الاربعه ابتدات من هنا مساء امس بمصلحه الطب المواليد بمستشفى بن رشد، حيث تفاجئك ملصقات لمواضيع تتحدث عن ازمه العنايه بالخداج. مثلا هذه السيده وضعت توأما يحتاج لمراقبه التنفس والضغط الدموي وحصص الاكسجين. ولدت هذا الوليد هو الاول، هذا باش البنيه في حاله خطيره بزاف، جبتهم بجوج وجيت هنا وقالوا لي الحاله اللي ناقص في الوزن هو اللي غنشدوا على حساب القراعات. بالارقام 4 خداج جدد لا يجدون مكانا شاغرا بمستشفى بن رشد، اي حوالي 1800 طفل سنويا. يلا دابا 10 الكوفوز حضانات تيقول القرعه اللي خدامين و11 خاسره. المشكل الثاني هو عدد الغرف الانعاش، عندنا 4 الغرفات، يعني خاص تكون 4 ديال الاجهزه التنفس الاصطناعي، يعني 3 خدامين، وحده اونبان وجوج ديجا اونبان. شحال هادي صافي شهرين 3 شهور ما اونبان، هادي من جهه. من جهه ثالثه بالنسبه للمراقبه بحال هذا المونيتوراج هذا اللي هنايا، عندنا 3 اللي كاينين في السيرفيس. تعتبر وفاة الرضع الخدج الثاني سبب لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات على الصعيد الوطني بعد أمراض الاختناق التنفسي، علما أن المغرب يشهد وفاة 27 طفلا عن كل 100 ألف ولادة جديدة.